تعال بقى نتكلم في حاجه اسمها ريليشن شيب العلاقات. انا عندي ثلاث انواع من العلاقات داخل برنامج الاكسبو. رقم واحد حاجه اسمها 1-to-1، رقم اثنين حاجه اسمها 1-to-many، رقم ثلاثه مين؟ أنا عندي من العلاقات ثلاثة. تعال نفهم ماهيتهم ازاي نتعامل معاهم. هعتبر طبعا احنا بنتعامل من خلال عمود الاي دي، عشان هو ايه؟ برايمري كي. برايمري كي ده مفتاح اساسي. فده بتاع فازر مثلا. أو بتاع النظر عادي. أهو. يبقى في العلاقات الأساس عندي مين؟ رمان. ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثة، ده أربعة، ده خمسة. وأي أدي الأي دي بتاع مين؟ بتاع الشايب. ده جدول مين؟ الشايب. تمام؟ ده برايمري كي، صح؟ وده الفاذر او ماشي. ادي الفاذر اي دي. هنا الفاذر اي دي ده بقى ايه؟ قال لي ده اف كي. اللي هو فورين كي، مفتاح فرعي. ادي الاساسي وادي الفرع بتاعه. يبقى ده الاساس وده ايه؟ الفرع. وادي مين؟ المذر اي دي برضه فورين كي. وادي جدول الاي دي ده برضه برايمري كي. ده بتاع مين؟ المذر. واحد ده منظر الجدول بتاعك. فانا عندي الطفل الاول، الطفل الثاني، الطفل الثالث، الطفل الرابع، الخامس، وادي كمان الايه؟ عايز اربط الجداول دي ببعض. اعمل ايه؟ تعال نشوف اول نوع للعلاقات، اول نوع للرقم. قال لي 1 تو 1. 1 تو 1 معناها ايه؟ 1 ريكورد تو 1 ريكورد. 1 ريكورد تو ايه؟ يعني اربط سجل بسجل. فبالتالي ايه اللي يحكمها؟ ان البيانات اللي هنا ما تتكررش وان البيانات اللي هنا ما تتكررش. صح؟ طالما انا هاخد واحد من هنا مع واحد من هنا، اثنين من هنا مع اثنين من هنا، ثلاثة من هنا مع ثلاثة من هنا. يبقى لازم العمود ده والعمود ده يكون ايه؟ برايمري كي، مفتاح اساسي، لان احنا قلنا المفتاح الاساسي ما يخليش البيانات تتكرر. فبالتالي انا هروح اروح ده لده بشكل مباشر. ايه اللي هيحصل؟ لو هم رقم واحد بتزود الاب رقم واحد بس، ما اعرفش اسافر لهم او لا. طب ما احنا عندنا احنا ممكن واحد يتجوز اربعة. تمام؟ ينفع يبقى ينفع الكارت بنات دي تنفع في يعني طريقه الربط دي تنفع في الوضع الاسري؟ لا، تنفع في ايه؟ عندي جدول رؤساء الاقسام. جدول الاقسام كل قسم دي كام رئيس؟ واحد. رئيس واحد، يبقى محتاج رقم ما بين رؤساء الاقسام. والاقسام ايه؟ 1 تو 1. عرفنا يعني 1 تو 1؟ بيربط واحد من هنا بواحد من هنا. طب 1 تو ميني؟ قال لي دي بقى اللي تنفع معانا هنا. اشمعنى؟ تعال نشوف. قال لي ده انا بربط واحد، واحنا عرفنا طالما واحد يبقى لازم يبقى ايه؟ برايمري. بعدد يبقى ده مش هيبقى برايمري. فاروح رابط ده بده وده بده. ايه ده بقى؟ ربطت الاي دي بتاع الفازر اللي هو البرايمري كي بالاي دي بتاع الفازر اللي في جدول التشايلد اللي هو ايه؟ فورين كي. وربطت الاي دي بتاع المذر اللي هو البرايمري كي في جدول المذر بالاي دي بتاع المذر في جدول الشايلد اللي هو
فبالتالي انا كاتب هنا الابن رقم واحد والدته رقم واحد ووالده رقم واحد، الابن رقم اثنين والدته رقم واحد ووالده رقم واحد، الابن رقم ثلاثة والدته رقم اثنين وابوه رقم واحد، الابن رقم اربعة والدته رقم ثلاثة وابوه رقم اثنين، تمام؟ الابن رقم خمسة اربعة ثلاثة ستة خمسة أربعة ستة كده. اللي حصل اللي حصل ادي واحد بس صح، ربطته مع مين؟ مع واحد ولا مع اكثر من واحد؟ لو ده بقى برايمري كيشن ينفع اكتب واحد كده اكثر من مره وهكذا. الام رقم واحد ليها الطفل ده وليها الطفل ده صح، والام رقم اثنين ليها الطفل ده وهكذا. يبقى ربطت واحد مع اكثر من واحد، واضحة الفكرة؟ أما في حالة لو هي 1 1 هو واحد. طب هي كده في علاقة مباشرة ما بين المذر والفادر؟ الفهم دي خلاص؟ اللي هي المين تو مين؟ الوان تو مان تو مين؟ يبقى دي كده خلاص ودي كده خلاص. في علاقة مباشرة ما بين الفادر والمذر؟ ولا مرتبطين من خلال ايه؟ هي دي بقى علاقة ايه؟ ازاي بقى تعالى؟ انا راجل متجوز وعندي ولدين، العلاقه اللي بتربطني ما بيني وما بين زوجتي ايه؟ انا عندي ولدين صح، وهي عندها ايه؟ ولدين، يبقى اجتمعنا في نفس العدد صح، يبقى العلاقه ما بيننا ايه؟ مني تو مين، عددي هو عدد. ولذلك تعالى بص هنا، الاب ده مع الام دي اجتمعوا في كام؟ تقول لي هو عنده ليه، هو ليه ثلاثه ماشي، زي مثلا انا مسلف محمد 10 جنيه ومسلف مصطفى 5 جنيه، ينفع اقول لمحمد اقول له هات 15؟ هيقول لي انا واخد منك 10 بس، ملوش دعوه بمصطفى. انا ملكي 15 بس متوزع عليه، فهو ملكه 3 بس المشترك ما بينه وما بين الزوج الاولاني ايه؟ 2. فاجتمعت الارقام ما بينهم عدد مع عدد واجتمع علاقته مع الزوجه الثانيه واحد، وصل الفكره؟ يبقى هو يابل ثلاثه، واحده تمن في اثنين واحده تمن في ايه؟ واحد، يبقى دي علاقه ايه؟ وصل الفكره؟ صعبه؟ مثلا واحنا بنستخدمه لا يعني امتى بنستخدمه؟ لانشاء قواعد البيانات. طبعا حضرتك ما تجيش معاه الكتاب، كنت عارف الكلام ده. تعال دلوقتي نشوفها بشكل عامل ازاي، تتفعل وتنفذ. يبقى ننشئ العلاقه ازاي؟ بروح داتا بيز تول تاب رقم 4 واروح اقول له ريليشن شيبس، واحدد الثلاث جداول اللي عندي، مش دول الثلاث جداول؟ اهم صح؟ واقول له اد كلوز. تلاحظ ان اللي ظاهر لك ايه؟ ايه ده؟ ده اسماء العماله بس صح؟ اسماء العماله بس. والاي دي على كل واحد عليه علامه ايه؟ ليه؟ لانه ده مفتاح اساسي. ازاي بقى ننشئ العلاقه؟ احنا وانا الاساس عندنا مفتاح. لو انا دي تنشئ علاقه 1 تو 1 ما الا ان انا هقف على المفتاح ده وافضل ضاغط واسحب واروح على المفتاح الثاني واسيبه. يظهر لي حاجه اسمها edit ريليشن شيبس. بيقول لي ريليشن تايب ايه؟ 1 تو 1 اللي هي النوع الاول من العلاقات. علشان اشغلها بشكل كامل بعلم على الثلاثه. خلاص؟ وهنفهم معناهم دلوقتي. طبعا احنا مش هنعمل علاقه 1 تو 1، احنا هنعمل علاقه ايه؟ 1 تو ميني. فبالتالي اروح رابط المذر اي دي بالمذر اي دي اللي هنا، واعلم على تقويه العلاقه، اقوى العلاقه. بس لما تقوى ايه اللي يحصل؟ لا هيقدر يحدث البيانات في الجداول وهيقدر منها.
واضحه الفكره؟ فبالتالي لازم اقول له اسمح لي بالتحديث واسمح لي بالايه؟ بالحذف. فلازم لي نوع العلاقه ايه؟ 1 2 3 قول كرييت. لو دوست كرييت وما اتنشتش هقولها تاني. لو دوست كرييت وما اتنشتش يبقى في حاجه من ثلاثه حصلت معاك. يا اما جداول فيها بيانات. ما ينفعش تعمل العلاقه والجداول فيها بيانات، البيانات بعد الايه؟ بعد العلاقه. ثاني حاجه نوع البيانات مختلف. يعني ايه؟ يعني انت عامل الداتا تايب في جدول نمبر وفي الجدول الثاني عاملها تكست او داتا تايم او كرنسي، لا ده ما ينفعش. تمام. الحاجه الثالثه ان وانت بتعمل العلاقه ساب الجداول مفتوحه، وده برضو ايه؟ ما ينفعش. طيب ازاي عملناها تاني؟ هعملها مع الفذر، بروح واقف على الفذر اي دي واسحب على الفذر اي دي واسحب واعلم على تقويه العلاقه وعلى السماح بالايه؟ بالابديت وعلى السماح بالايه؟ بالحذف. بقول ايه؟ كريت. نشأت العلاقه بالمنظر اللي احنا شايفينه. خلصنا، سيب، واقفل الريليشن. تعال دلوقتي نختبر، افتح المذر وتعال اكتب الام رقم واحد اسمها سين، العنوان الجيزه، الوظيفه ربة منزل، تاريخ الميلاد 12. ممكن ايه نضغط على، طبعا دي حاجه قلنا حاجه فاز جديده. احنا كده مش هنخلص. 12 3 1980 تمام. الجيزه السنه يا عم. لا لاحظ ان في علامه زائد هنا ظهرت صح؟ لما تفتح كده هو ايه ده؟ ايه اللي احنا حطينا فيه جندر؟ وميل وفيميل والكلام ده فاكرينه؟ ده جدول تشايلد. جدول ايه؟ ده تشايلد. طبعا هنشوفها لما نحط الثاني رقم 2 صاد القاهرة مهندسة 3/5/1997 تمام. القاهرة الراتب بتاعها 3500 تعمل؟ اه بحط بس ايه علامة صح على كلمة تعمل او لا تعمل. طب بعد كده اقفل الجدول ده وافتح الجدول بتاع الفضل وقول الاب رقم واحد اسمه ضاد، العنوان الجيزه، الوظيفه دكتور او طبيب، تاريخ الميلاد 3/2 1976. في ناقصه طبعا احنا عملنا بصيغه لازم اقول 03/02/1900 بالمنظر ده عشان اتنين. ما ينفعش طبعا. انا عايز اقول له الابناء دي كلها الاب بتاعهم او الام بتاعهم رقم كذا، فاحنا لو خدنا الاي دي ده مع الاي دي ده هياخد واحد من هنا مع واحد من هنا، يبقى كل ام ليها ايه؟ ابن واحده بس. بس طيب لكن لو عملنا قررنا الاي دي مثلا ليها طفلين ممكن ايه؟ اه مرتبه مثلا 3000 جنيه يعمل كفايه كده. تعالى انا المثل بقى بتاعنا، الابن الاول رقم واحد اسمه تامر مثلا، طبعا هيبقى اكيد يعني. بعد كده اديته بيرس 1/3/2001 جيزه، النظر اي دي رقم واحد. رقم اتنين
28 28 ميل 4 5 2004 الجيزة الأم رقم 1 تمام. رقم 3 مصطفى ميل 5 6 2007 القاهرة الأم رقم 2. يبقى الأب ده عنده كام ابن؟ متجوز كام واحدة؟ 2. واضحة؟ لا احنا انا كتبته دلوقتي صح؟ روح بقى في الجدول بتاع المذر وافتح الزائد اللي جنب المذر هتلاقي مين؟ بس هتفتح الزائد بتاع المذر الثانية هتلاقي مين؟ احنا فتحنا الجدول ده لحد دلوقتي؟ خالص صح؟ ولا كتبنا فيه ولا كلمة. هتفتحه هتلاقي فيه ثلاث اسماء اللي احنا كتبناها. شايفين العلاقات عملت الدنيا ازاي؟ ربطت كل حاجة ببعض بالمنظر اللي احنا شايفينه. صعب الكلام؟ فيها مشكلة؟ جميل قوي. طيب تعال نشوف المرحلة الثانية من الإنشاء وهي اسمها الكوايرز. استعلم قول له create choir wizard تمام؟ اختار أول واحدة وقول له أوكي. ايه الويزرد؟ انت عايز اني تعمل استعلام. ايه الاستعلام؟ فاكرين الموضوع اللي عملته مصرية للاتصالات من فترة كده اللي هو تكتب رقم التليفون يجيب لك فواتير؟ ده اسمه استعلام. احنا عايزين نعمل حاجة مماثلة، نستعلم مثلا عن اللي سنه اكبر من جازة، اللي من الجيزة، اللي مش عارف ايه وهكذا. تعال اقول له مثلا ايه، انا هاخد جدول وليكن ايه التشايلد، هاخد منه الاي دي والنيم والجندر والديت بيرس، وهادي في الفادر هاخد النيم والاي دي تمام وتاريخ الميلاد مثلا، وفي المادر هاخد الاي دي والنيم وتاريخ الميلاد. يبقى انا خدت ايه؟ حقول محدده من الثلاث جداول. اقول له نكست فينيش. طلع المنظر ده صح. تعالى هنا اتنقل للايه؟ للديزاين. ده المنظر اللي احنا شايفينه. اول حاجه لما رن هشوف المنظر تمام. عايز اخفي او ثلاثه، خش هنا بشيل علامه صح من على ايه؟ من على شو، واعمل رن. ايه اللي حصل؟ راح فين اول ثلاثه؟ مخفيين صح. تعال ارجع ضيف علامه الصح واعمل رن، هتشتغل. واضحه الفكره؟ طيب انا عايز ابحث عن الفيميل بس، فتعالى في الجندر وفي حاجه اسمها الكريتيريا. الكريتيريا يعني معايير، كانت المعايير اكتب له بالكلمه اللي انت عايز تبحث عنها ودوس تاب. اوتوماتيكلي ايه ده كوتيشن صح. قول له رن. جابني مين بس؟ جندر بس تمام. طب انا لا، انا مش عايز كده. انت عايز ايه؟ انا هعمل كده. انا كاتب الرساله كده طيب زي ذا جندر صح؟ واعمل رن. ايه اللي حصل؟ قال لي القوسين دول بيتفتحوا اولا من الدال والجيم وانا بكتب انجلش تمام؟ اول ما بعملهم بيبدا يفهم ان انا لازم يظهر لي النافذه اللي قدامي دي بدل ما انا اقعد اكتب تحت. لا ده انا هكتب فيها ايه؟ انا عايز الميل المره دي. وادوس اوكي فجاب لي مين؟ الميل. مره ثانيه هعمل رن اقول له لا انا عايز المره دي ايه؟ الفيميل. شغل السيرش يعني تمام. طيب انا ممكن اعملها في ايه؟ في النيم
type the name واقول له run. هل اقول له انا اكتب شيرين مثلا؟ اوكي جاب مين؟ شيرين صح؟ وهكذا اللعبة بتاعتنا اهو. اكتب له مصطفى. واضحة الفكرة؟ يبقى هي الفكرة كلها في ايه؟ ان انا بقدر ان انا اعمل سيرش من خلال وضع المعيار اللي احنا شايفينه ده فين؟ في الكويرز بتاعنا. تمام؟ انا شايف الكلام ده؟ جميل قوي.